على مدى يومين يصوت الناخبون في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في دوائر الفردي في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، ويتنافس في هذه الجولة 100 مرشح واثنان لشغل 101 من مقاعد مجلس النواب، وذلك بعد أن أعلن المستشار لاشين إبراهيم نتائج المرحلة الثانية متضمنة فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصتين للقوائم، بالإضافة إلى حسم 41 مرشح فوزهم من الجولة الأولى. ويخوض المنافسة في هذه الجولة بمحافظة القاهرة 14 مرشحا ومرشحا في القليوبية و42 في الدقهلية و22 مرشحا في المنوفية و28 في الغربية و20 في كفر الشيخ و42 في الشرقية و8 في دمياط و10 في الإسماعيلية و4 في السويس و4 في شمال سيناء ومرشحان في جنوب سيناء. وتجري انتخابات الإعادة وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك وسط تدابير أمنية في محيط اللجان الانتخابية تتضمن توفير حرم أمني لمنع وقوف السيارات أمام اللجان إلا على مسافة كافية، وتوفير المظلات مع وضع مقاعد لانتظار الناخبين وكراسي متحركة لنقل كبار السن، كما وفرت مديريات الأمن بوابات إلكترونية للكشف عن متعلقات الناخبين وفحص الحقائب، وذلك في إطار خطة تأمين الانتخابات. وتشهد انتخابات مجلس النواب اهتماما اعلاميا دوليا، وتشارك 153 وسيلة اعلامية اجنبية و51 مؤسسة اعلامية محلية، بالاضافة الى مشاركة 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية تشارك في اعمال المتابعة الخاصة بالانتخابات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات. بعد ان تابعنا هذا التقرير ادعوكم لترحيب بضيفنا في هذه الفقره الاستاذ نور الدين الشيخ عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا بك استاذ نور. اهلا وسهلا فندم. اعتقد انه الماراثون الانتخابي خلاص فاضل فيه يوم، فربما يكون من المفيد ان احنا برضو نسمع تقييم حضرتك لمجمل هذه التجربه الانتخابيه، لكن دعنا بدايه نركز حول جوله الاعاده. كيف تراها والى ماذا تؤشر يعني حجم الاعاده في هذه الجوله؟ بشكر حضرتك على إتاحة الفرصة إن احنا نتكلم على العملية الانتخابية الجولة الثانية تحديدا من منظور تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين. عندنا الإعادة في 13 محافظة احنا بنغطيها بحوالي ما يقارب 1400 متابع متابع. تحديدا بنغطي جميع المحافظات اللي بتشملها مرحلة الإعادة. في إقبال كثيف جدا في اللجان، السيدات لهم دور عظيم جدا. المحافظات الحدودية زي شمال سيناء ضربت مثال ولا أروع النهاردة في الوطنية والوعي. الأمر كان أشبه باحتفالات العيد هناك. جنوب سيناء تميزت تماما. سيدات الشرقية كانوا في قمة الوعي والوطنية اليوم. الإعادة بشكل عام هي معركة شرسة جدا على الكراسي الفردية. المقاعد الفردية قد تحسم سواء زي ما الناس بتقول بالقابلية أو بتحسم بتدخلات العائلات، ولكن أنا شايفها أن هي هتحسم أكثر بالوعي، لأن لما نشوف النهاردة شباب من مصر الجديدة أو من حدائق القبة أو من الأحياء في المحافظة في العاصمة عندنا بنشوف مشاهد النهاردة وإقبال كثيف من الشباب وليس من الكبار فقط وليس من السيدات فقط. قد يكون السيدات كانوا في الطليعة دائما كما اعتدنا منهم في بداية اليوم في بداية فتح الصناديق 9 صباحا. نسبة الإقبال قدرتوها بقد إيه في التنسيقية؟ النسبة المتوسطة بتاعة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في الإعادة يعني تقارب نفس النسبة، يعني قد تقل قليلا لأن احنا لسه في أول يوم. دايما بتزداد وبتحتدم ويشتد الصراع في اليوم الأخير في منعطفه الأخير. طيب أنا يعني كنت أتمنى ناخد قراءة بانورامية لمجمل الانتخابات، طبعا حوالي شهرين تقريبا من شهر أكتوبر ويتبقى يوم في الغد، فإذا كان لك أن أنت تقيم التجربة في نقاط محددة. هل الانتخابات دي مختلفة عن سابقيها؟ بكل تأكيد. طبعا المجلس تغير اسمه لمجلس النواب، طبعا أصبح في مجلس الشيوخ، يعني هناك بعض التغيرات أو بعض التطورات يقينا هيكون لها تأثير ما على الانتخابات هذه المرة. خلينا نقول أن الدولة بتولي عناية فائقة لهذا الاستحقاق الدستوري. في استنفار كامل من جميع الوزارات، الصحة، المحليات، الداخلية، جميع الوزارات المعنية بالأمر،
في استنفار كامل، في اداء راقي جدا، بنشوف على اللجان سيارات الاسعاف، بنشوف انهم بيقيسوا الحراره وبتوزيع الكمامات والاهتمام بكبار السن والمعاقين، بنشوف ان المحليات بتوفر كافه السبل لاتاحه الفرصه والاريحيه لجميع الاعمار وجميع الفئات انها تشارك باريحيه وفي امان. بنشوف وزاره الداخليه بتنضبط من الصباح الباكر من قبل اللجان بعده ساعات لتوفير الحماية اللازمة والأمان اللازم والشعور بالأمان للمواطنين، ده على مستوى الدولة. بنشوف برضو على مستوى الهيئة العليا للانتخابات، بنشوف أدائها واهتمامها دايما بالبيانات الرسمية، بنشوف متابعتها المستمرة لهذا الأمر. على المستوى مستوى الوعي والمستوى الشعبي ومستوى الناخب، بنشوف في إقبال مختلف عن كل مرة، بنشوف نسبة شباب عالية جدا، وده أنا بعتقد أنه راجع أكثر لنسبة الشباب العالية اللي رشحت نفسها سواء كان داخل القائمة أو على كراسي على المقاعد الفردية. نسبة الشباب المرة دي أعلى جدا من كل مرة، كنت أكاد يعني مش عايز أقول أنه ناطح بيها كبار الدول، ولكن إحنا بالفعل نناطح بيها كبار الدول في أن إحنا أعلى نسب شباب، أعلى نسب مرأة، أعلى نسب لجميع الفئات اللي قد يكون الناس بتعتقد أن إحنا يعني بنهدم حقوقهم سواء كان من ذوي الهمم أو السيدات أو الشباب أو جميع الفئات المختلفة يعني. لكن ما فيش شك إحنا تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين بتمثل 40 مقعد في المجلسين في هذا الاستحقاق الدستوري، سواء في الشيوخ او في النواب، كلهم من الشباب. ده رقم، ده على يعني ده رقم كبير، مش رقم قليل. نسبه السيدات عاليه جدا سواء داخل التنسيقيه او في التمثيل داخل النواب، بالتالي فبتشوف ده ينعكس على اقبال الناخب، بتلاقي السيدات عندهم اقبال. ليه؟ لان هم شافوا في ثقه في القيادة السياسية، من تمكين المرأة، من تمكين الشباب، من تمكين الفئات زي ذوي الهمم. فبالتالي هو كمان عايز ينزل يقوم بدوره، عايز ينزل يشارك ويقول الناس دي بتمثلني. طيب بناء على كلام حضرتك ده، تركيبة أو تكوين مجلس النواب القادم هيكون فيه اختلاف عن سابقين من المجالس؟ بدون شك بدون شك. المجلس الحالي في تيار بعينه ممكن يهيمن عليه؟ ما اعتقدش، لان اغلب اللي داخلين المجلس كلهم وجوه جديده، وجوه سياسيه شابه، عندهم فكر، عندهم رؤى، عندهم طموح عايزينه يتحقق، بينقلوا فعليا اصوات الناخبين والمستضعفين زي ما بنقول كده مثلا في المناطق البسيطه. احنا بنشوف النهارده على مستوى تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين، بنشوف النواب بتوعنا المستقبليين بعد ما النتائج طلعت وفوزهم بالمقاعد، بنشوفهم بدأوا يمارسوا أعمالهم من دلوقتي وبيقفوا مع الناس وبيشوفوا طلباتهم إيه. بدأوا النهاردة في لجان النوعية بتساعد معاهم، تقدر تقول لهم المشروعات اللي ممكن تقدم شكلها إيه، وفي مناقشات بتتم بصفة الاستمرار، يعني نكاد نكون في حالة انعقاد دائم عشان نقدر نخلي التجربة في قمة أدائها وقمة كفاءتها اللي يستحقها المواطن المصري. طيب أهم التحديات اللي ممكن تكون في انتظار المجلس القادم، طالما حضرتك بتتكلم على مشاريع قوانين وانه بدا العمل مبكرا، التحديات بتكون على اساس وعلى محمل توقعات الناخب من النائب بتاعه. ده اكبر تحدي. الناخب دايما بيتوقع ان المرشح بتاعه بيكون عنده نوعين من الخدمات، نوع الخدمات التشريعيه اللي هي بيحل بيها المشاكل من جذورها، ونوع الخدمات الخدميه او الطلبات الخدميه اللي قد تلمس هذا الشخص بصفته او بذاته، وقد تلمس الحي نفسه بتاعه او تلمس المحافظه او اكثر. فبالتالي بيكون التحدي على حجم التوقع والتمني من الناخب. اشاره حضرتك انه معظم الوجوه شابه او جديده كما تبعتم في التنسيقيه، مظبوط، من المتواجدين او اللي فازوا حتى هذه اللحظه، ده مش بيغفل دور او مساله الخبره؟ يعني لاي مدى هيكون هذا الشاب ممكن ما يكونش عنده تجارب سياسيه سابقه في ان هو يتواجد؟ ما فيش شك ان الخبره مطلوبه، وما فيش شك ان المجلس بيمثله قامات قانونيه وسياسيه وتشريعيه كبيره جدا سواء في الشيوخ او في النواب، ولكن اتاحه الفرصه ليست يعني مش متسابه كده، يعني مش لمجرد ان هو شباب وبس، لا،
شباب ولكن مؤهل تأهيل سياسي ومؤهل تأهيل علمي ومؤهل تأهيل تشريعي يتيح له الفرصة أنه يناطح، مش عايز أقول يناطح ولكن يجاري الكبار في أفكارهم ورؤاهم وأطروحاتهم. على نفس الشكل احنا داخل التنسيقية عندنا كافة فئاتنا، عايز أقول كافة، مش عايز أقول يعني كافة كوادرنا إذا كنت حد يعتبر دي صيغة مبالغة، ولكن بالفعل كل شخص عندنا داخل التنسيقية، كل عضو داخلنا سواء كان في المجلس أو خارج المجلس هو كادر شاب مؤهل تأهيل جيد جدا يحمل هموم وطموحات أبناء جيله، أبناء وطنه، يحمل أهداف قبل للتحقيق بآليات تنفيذ قبل للتحقيق. كده يعني هيكون في تنسيق ما بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب طبقا لوجود المجلس بكل تأكيد وطبقا للائحة إن شاء الله اللي بيتم إنهائها الآن. أعتقد ده برضو يعني موضوع في الاعتبار إنه فكرة التنسيق فيما يتم سنه من قوانين أو طرحه من قوانين. مفيش شك إن دور مجلس الشيوخ هو دور محوري وهام جدا، يعتقد البعض إن هو أقل أهمية من مجلس النواب، ولكن زي ما بنقول إن في حياة وفي جودة حياة، في تشريع وفي جودة تشريع. المجلس النواب الماضي أو على مشارف الانتهاء منه الآن كان التحدي الأكبر بالنسبة له أنه بيقوم بدور الغرفتين التشريعيتين، بيقوم بدور ثقيل جدا في وقت عصيب جدا من حياة الوطن، بالتالي قد يكون كان فيه، مش عايز أقول إخفاق، ولكن قد يكون فيه عدم توفيق في بعض الصياغات أو بعض الأطروحات. دور مجلس الشيوخ أنه هو يحسن ويجود تلك الصياغات والأطروحات عشان تخرج في شكلها النهائي في أسرع وقت ممكن ياخد دورة التنفيذ بتاعته عشان نقدر نحل المشكلات في أسرع وقت ممكن. وأنا طرحت النقطة دي يعني تعويلا عما أثرتم فكرة الخبرة. أكيد. فأنا بحاول ألفت النظر أنه ممكن مجلس الشيوخ ربما يعني يؤدي دور الخبرة المرتقبة والمنتظرة. طبعا هو بيت خبرة لا غنى عنه. شاب. مع التذكير أنه حتى مجلس الشيوخ برضو فيه وجوه شاب. طبعا. كثيرة يعني. هنا بيبقى لنا تعريف جديد للخبرة. تعريف الخبرة عندنا دايما كنا بنربطه بالسن. السن ومحصلات التجارب. النهاردة بقى في خبرة بناء على العلم وبعض التجارب. ممكن تبقى اسمها مهارات لكن مش خبرة. أصل الخبرة بتتطلب يعني سنوات من اختبار الحياة والتجارب يمر بيها. بدون شك. ولكن تجربة دخول الشباب مجلس النواب والشيوخ هي تسقله خبرة أسرع بكثير من زاوية اللي لم يدخلوا هذا المجلس. طيب احنا ننتظر وهنشوف برضو أداء المجلس هيكون ايه، لكن أكيد. عودة مرة أخرى لتشريح تركيبة المجلس المرتقب، المستقلين تواجدهم هيكون ايه بالنسبة للتكتلات الأحزاب الأخرى؟ المستقلين شريحة كبيرة جدا من المجلس تقارب يعني يعتقد تجاوز. الصورة أستاذ نور كده خلاص اتحسمت يعني او في سبيلها للحسم مع بكره ان شاء الله يعني. بكره ان شاء الله طبعا الرؤيه تكون اوضح بكتير جدا، ما نقدرش نجزم النهارده من الفائز او عدد الكراسي، هل تخص حزب بعينه او تخص مستقلين بعينهم، لكن بكره طبعا يعني عشان نقول ارقام ونسب منضبطه لازم نستنى لحد بكره. في نفس الوقت المقاعد الفرديه هي بتشكل جزء كبير جدا من وعي المواطن، وبتشكل او بتتشكل بناء على علاقة الارتباط بين النائب ودائرته بشكل مباشر أكتر من علاقة الناخب بمرشح القائمة، لأن مرشح القائمة زي ما حضرتك عارف بكذا محافظة معاه يعني، لكن المرشح الفردي ليه شكل وكانونة مختلفة تماما على المستوى السياسي، بالتالي بيكون الصراع فيها أكتر بكتير جدا، وبيكون ونشوف فيها يعني انفعالات وأفراح مختلفة أكتر بكتير من المرشحين الآخرين. لكن بيبقى فكرة التكتلات بيكون لها النفوذ الأكبر داخل بدون شك داخل المجلس يعني. ما نقدرش نقول تكتلات لأن هنلاقي النسب المرة دي مختلفة جدا، هنلاقي شريحة أحزاب المعارضة كتيرة مش قليلة وساهمت أنها تخش في القائمة. بالمناسبة وجودها داخل القائمة مش معناه أنه هو هيتنحى عن, عن, عن معارضته بالعكس، ولكن ده إيمان من الدولة بدور المعارضة، ده امر هام جدا لازم الناس تبقى واخده بالها منه. مش معنى ان هو في حزب معارض او شخص معارض كان داخل جوه القايمه معنى كده انه بيحيد، بالعكس هو الدوله بتقول احنا محتاجين الاصوات دي تقول اللي الناس محتاجه تسمعه او تقول اللي احنا ممكن نكون مش شايفينه.
طيب من النقاط اللي لفتت ايضا في انتخابات مجلس النواب 2020 حجم الاقبال اللي كان لافت للنظر اثناء الترشح. ده كان ايه دلالاته؟ يعني هذا العدد الكبير، ناس كتير جدا كان عندها رغبه انها تتواجد تحت قبه البرلمان، هل ده كان مردوده لفكره التواجد السياسي ولا مكاسب ربما؟ يعني القيادة السياسية من 2016 وهي أخذت على عاتقها فكرة تمكين الشباب وتمكين المرأة، فكرة إثراء الحياة السياسية. بالتالي بقى عندنا عصر من الفرص المتاحة، كل ما هنالك وكل ما هو مطلوب من حضرتك أن أنت تمد إيدك وتشارك في الفرصة، في فرص موجودة، مين يستحق ياخد الفرصة؟ بالتالي كله كان لازم ينزل يجرب، كله كان شايف في نفسه الأجدرية والكفاءة أنه يقدر يساهم في هذا العصر من الفرص. الإقبال ده كان بعيد عن الأحزاب أعتقد يا أستاذ نور، يعني على المستوى الحزبي والمستوى الفردي، المستقل والحزبي. أصل ده برضو مرتبط بإشكالية تواجد الأحزاب في الشارع السياسي المصري، وهي محل نقد كبير جدا. محل نقد، لان ما اعتدناش ان يكون في هذا العدد من الاحزاب. لا انا قصدي من حيث التواجد والفاعليه بدون يعني شك، لطالما انتقدت الاحزاب المصريه مع كثرتها على عدم التواجد والتاثير المباشر او الخوف. انا دايما بيكون ردي على المنتقدين لوجود الاحزاب ان هو يعني اختار حزب بعينه وراقب تحركاته عشان تقدر تقول انت شايف ولا مش شايف. الناس بتعتقد ان الحزب دور ان انا اخبط على الباب عندك واقول لك انا بعمل كذا اتفضل شارك معايا. لا، المفروض ان انت كمواطن بتدور على الحزب اللي يناسبك، التوجه السياسي والايديولوجيه اللي بتناسبك، فبالتالي هي عندك المعروض كتير جدا، اختار اللي يناسبك منه. لكن انا صعب جدا ان انا اقدر اقنع هذه الملايين بتوجهي لوحدي، بالتالي انا ليا شريحه بتعتقد فيا اعتقاد جيد وفي شريحه اخرى بتعتقد في حزب اخر شكل اخر وهكذا. فبالتالي الحزبة مختلفة شوية، غير ان احنا عندنا انطباع ذهني ان احنا ما تعودناش على هذه الحياة السياسية، ما تعودناش، كان طول عمرنا عندنا الحزب الاوحد ويعني حزب او التاني ممكن يتعارض معاه او ينافس منافسة يعني شكلية الى حد ما. النهاردة عندنا رقم كبير جدا، عندنا بنشوف داخل القائمة عدد كبير جدا من الاحزاب من جميع الاطياف من اقصى اليمين لاقصى اليسار، بنشوف كيان شبابي النهاردة زي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بيمثل شريحة كبيرة جدا من الشباب، بيمثل شريحة جدا كبيرة جدا من سيدات المجتمع المصري، بيمثل طموح ومستقبل مصر في بعض المناحي القوية جدا. بنشوف كمان عمليات التمكين دي زي ما قلت لحضرتك انها يعني عملت اسقاط على المواطن نفسه فبدا يشارك بشكل ايجابي اكتر. طيب الحديث يطول في مساله تواجد الاحزاب السياسيه في الشارع المصري من عدم، ولكن انا بس عايز احسن مع حضرتك نقطه الاقبال اللي كان لافت للنظر في البدايه سواء من الافراد، وحضرتك قلت الاحزاب برضو كانت حريصه على ده طبعا. لكن ما يعنيني فكره الافراد، كان في عدد كبير جدا من الناس، يعني ربما ناس ما لهاش رصيد في العمل السياسي او خبره في العمل السياسي، لكن هكذا ذهب لترشيح نفسه لأنه شايف في نفسه كفاءة. قد يكون رؤيته لنفسه خاطئة، ده بيبان في الصندوق. قد يكون رؤيته لنفسه صحيحة، برضو بيبان في الصندوق، بيبان على إقبال الناخبين على الشخص. احنا شفنا ناس محدش يعرفها، وشفنا مرشح الغلابة ومرشح كذا ومرشح كذا ومرشح كذا، احنا ما نعرفهمش بس هو في دائرته معروف. بالتالي ده بيدل ان هو في شخص اخذ على عاتقه خدمه المواطنين وحب المواطنين وخدمه الوطن بدون ما يتقلد منصب، بس في فرصه ان هو يخدم اكتر، بالتالي كان لازم يرشح نفسه وينول ثقه المواطن بشكل تشريعي وشرعي اكتر. عظيم. الغد هو اليوم الاخير في جوله الاعاده، وبالتالي بينتهي كل هذا الماراثون. مظبوط. اعتقد النتيجه هتعلن في منتصف شهر ديسمبر 14 النتيجه النهائيه ان شاء الله 14 ديسمبر. مزبوط. هنا ستتحدد ملامح المجلس بشكل نهائي. تماما. وربما يجمعنا جلسه اخرى مع حضرتك. نتمنى. نحلل بشكل اكثر واقعي. نتمنى. الواقع وحال مجلس النواب المرتقب. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا كل التوفيق نتمنى لحضرتك الاستاذ نور الدين الشيخ عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. شكرا جزيلا. شكرا فندم. شكرا. في الختام أشكركم مشاهدينا، وغدا بإذن الله تجدد اللقاء وحلقة جديدة من القاهرة. بعد قليل قراءة مميزة في صحف القاهرة صادرة صباح الغد مع زميل محمد عاطف.